السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة المسلمة هي لبنة المجتمع والأساس الذي تبنى عليه الأمة. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الإنسانية جمعاء كانت من أسرة واحدة. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. معنا ومعكم فضيلة الشيخ سيد البرديني من علماء وزارة الأوقاف. أهلا وسهلا شيخ سيد. أهلا ومرحبا بكم. ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ أيمن المصري القائم على البرنامج. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا بك يا شيخ محمد، مدعو لك كرم. مشاهدينا الأعزاء، حلقتنا النهاردة: كيف تسعد الأسرة المسلمة؟ إزاي الأسرة المسلمة تكون سعيدة؟ بداية فضيلة الشيخ السيد، إيه هي صفات الأسرة المسلمة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، إن الأسرة المسلمة هي أول لبنة في المجتمع. إن قامت على الصدق والأمانة والوفاء والرحمة والتعاون والحب، فإن هذه الأسرة ستزدهر بفضل الله عز وجل، لا سيما إن تحاكمت إلى شرع الله عز وجل في جميع جوانب الحياة. وإن تحكمت إلى الأهواء فإن هذه الأسرة ستزل والعياذ بالله. ربنا جل وعلا أمر الزوج أن يأخذ بيد الأسرة إلى النجاة، فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها. الحديث، الإسلام بيّن أن هناك أشياء ومقومات إذا أخذ بها العبد فإن هذه الأسرة ستنهض وستزدهر بفضل الله عز وجل. هناك صفات مهمة إذا أخذنا بهذه الصفات فبفضل الله عز وجل ستكون أسرة مستقيمة صالحة. أول هذه الصفات الاختيار الصحيح للزوج وللزوجة. الاختيار الصحيح أمرنا ربنا جل وعلا به ووضع له معيار، وهو الإيمان والصلاح. قال ربنا جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الآية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الاختيار الصحيح. على سبيل المثال للحصر نأخذ نموذجين. الأول نموذج جليبيب، هذا العبد الصالح الصحابي الفقير أراد النبي أن يزوجه، فقال لأحد الصحابة: أريد خطبة ابنتك. فقال كرامة ونعمة يظن أن الخاطب هو رسول الله. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: ليست لي وإنما لأخي جليبيب. فقال ذهب إلى زوجته إلى الدار إلى بيته وسألها، قالت: كرامة ونعمة عين، النبي يتزوج ابنتنا؟ قالت: ولكن، قال: ولكن ليست له إنما لجليبيب. فقالت باللفظ: إني، ومعنى إنه يعني خي. قالت: جاءها فلان وفلان وفلان لينكح وما زوجناه. معنى الكلام يعني هنصوم ونفطر على بصلة، يعني إزاي نزوج جليبيب هذا الرجل الفقير وجاءنا من هو أفضل منه. فقالت لما سمعت البنت هذا الكلام قالت لهما: أتردون أمر رسول الله؟ ادفعوني إلي، ادفعوني إلي.
كانت هذه البنت تفهم المعيار الصحيح للزواج والاختيار الصحيح، أن المعيار وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. كان الأجر أن دعا النبي لها فقال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجح حياتها كدا كدا، جاء الخير من كل مكان. هذا الرجل سعد، تزوج جليبيب بها وسعد الاثنين سعادة عظيمة، حتى كانت ميتة جليبيب ميتة سوية. لما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة تفتقدون أحدا وظلوا يبحثون، في النهاية قال النبي: إني أفتقد أخي جليبيب، فوجدوه قد قتل سبعة من المشركين وقتلوه، قتل سبعة من المشركين، وحمله النبي صلى الله عليه وسلم على يديه على ساعدي الخشبة التي تحمل ساعدي النبي محمد، انظر إلى الكرامة وإلى الشرف، ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه صلى الله وسلم، وقال: جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه. هذه البنت كانت أنفق نساء أهل المدينة، الصحابة يقول أنس: ما وجدنا أي في المدينة أنفق من هذه، الكل كان يريد الزواج منها، يقف الناس كثيرا، عدد كثير من الصحابة، الكل يريد أن يتزوج هذه المرأة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت زوجة لجليبيب. إذن المرأة المسلمة تتزوج برجل صالح وإن كان فقيرا، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نموذج سريع أيضا، رجل يسمى، هذا الرجل يركب دابته، فالتقى برجل آخر شاب اسمه شن، فقال له: أريد أن أركب معك في السفر، فسافر معه وركب معه في الطريق. لما ركب الدابة قال له الشاب: تحملني أو أحملك؟ فقال الرجل: ما رأيت أغبى منك، الحمار يحملني ويحملك، تتكلم في إيه؟ فسكت، فقال، مر على جنازة فقال: يا ترى هذه الجنازة أصاحبها حي أم ميت؟ قال: ما رأيت اليوم أغبى منك يحمل على العناق وتقول حيا أم ميت. ثم مر بزرع فقال: يا ترى هل هذا الزرع أكله أصحابه أم لا؟ قال: الزرع أخضر، انزل، ما رأيت اليوم أغبى منك. فلما ذهب الرجل إلى ابنته في البيت، انظر إلى البنت العاقلة التي لها عقل يميز الرجال، قال لها: رأيت شابا كذا وكذا، ما رأيت أغبى من، قال لي كذا وقل. قالت: يا أبي، ما قال الذي فهمت، إنما كان يريد أن يقول لك: تحملني أو أحملك. الرجل في المسير إذا ركب في سفر طويل يقول لصاحبه: احكي لي أو احكي لك، قص علي أو قص عليك، حتى يخفف عنا المسير. قال: نعم. تلك الثانية يقول لي: إن فلان أحي أم ميت وهو يحمل على العناق. قالت: يقول لك: هل ترك أولاد يحيى بذكرهم بعد وفاته؟ الإنسان اللي بيترك أولاد ذرية ده الأثر بتاعه. الثالثة: طب ماشي. تبو الثالثة لما رأى زرعا، الزرع أخضر، ماذا يقول هذا الشاب؟ الزرع أخضر ويقول: أكله أو أصحابه أم لا؟ قالت: نعم، إنه يقول لك: قد يعجز الناس عن الإتيان بالمال وتكون فاقة وفقر فيبيعون الزرع أخضرا. فقالت: يا أبي ادفعه إلي، أنا عايز هذا الولد. فذهب إليه وبحث عنه حتى وجده، قال: أنت قلت لي كذا وكذا وكذا. فقال: أيها الرجل الطيب، الكلام ليس كلامي، كلام من؟ قال: ابنتي. قال: زوجني. فتزوجها، فكان شن وكانت طبقة، فجاء المثل وافق شن طبقة. إذن الصفة الأولى في البيت المسلم اختيار الزوج الصحيح. الصفة الثانية لابد وأن نراعي الحقوق والواجبات، وسنتكلم عنها في الفقرة القادمة إن شاء الله. ثالثا، لابد أن تقوم الأسرة على المودة والمحبة. احنا بنتكلم الأسرة المسلمة عشان تأخذ الكلام ده تطبقه في البيت، لابد أن تقوم على المودة والمحبة. انظر واسمع ماذا قال ربك، قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جعل الزوجة سكن، يعني هدوء، يعني اطمئن. الزوج من خارج تعبان وعنده مشاكل ومهموم، ما يدخلش البيت يلاقي في مشاكل، لا، يجد البيت أسرة سعيدة ساكنة مستقرة، يجد المحبة والرحمة. يدخل الرجل على زوجته تقول لها: يا زوجي الحبيب، هون عليك، ادخل إلى الحمام، توضى وصلي ركعتين وربنا هيحلها، وتتكلم معاه وتناقش معاه. مثال سريع، أم سليم لما مات ولدها وجاء أبو طلحة من الخارج، ماذا حدث؟ لما مات الولد قالت لأهله: قالت لأهلي لا تخبروه، أنا الذي سأخبره. فجاء فتناول العشاء وزينت نفسها، أجمل ما تكون النساء للرجال، حتى وقع عليها وجمعها، وفي النهاية أخبرته، قالت: لو أن أحد الناس أعطى الناس عارية ثم جاء ليخزيها هل يمنعون أداءها؟ قال: لا. قال: احتسب ولدك عند الله عز وجل. فغضب، لم يغضب على قضاء الله، وإنما غضب لأنه قال: لتخطيني بعدا، لتخطيني يعني بعد الجماع، ابني ميت في الأوضة الثانية الحجرة الثانية، وأجامعك. وذهب إلى رسول الله يشكو له في النار ما حدث،
فدعا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فكان ولدا حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه النبي عبد الله، حمله أنس إلى رسول الله. وقال البخاري وقال سفيان قال أن هذا هذه الليلة بفضل الله عز وجل رزقهم الله عز وجل رزقهم الله عز وجل بتسعة من الأولاد حمله للقرآن الكريم، إن كان رزقهم أو من عبد الله. الشاهد أن هذه الليلة بارك الله عز وجل فيها. ثالثا من الأشياء التي لابد أن تأخذ بها الأسرة بعد المودة والمحبة أن تقوم الأسرة على التعاون فيما بينهما، تعاون مادي، تعاون معنوي، تعاون سلوكي، تعاون عبادات. الزوج يوقظ زوجته إلى الصلاة، قومي لصلاة الفجر، وهي تذكره بالصلاة وتذكره بإطعام المساكين وتذكره بصلاة الرحم. أيضا النبي كان يساعد أهله، كان النبي يعمل في مهنة أهله أي في خدمة أهله. النبي كما جاء في مسلم الإمام أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان متواضعا، كان يخدم نفسه وكان يحلب شاته وكان يرقع ثوبه وكان يخسف نعله صلى الله عليه وسلم. فلابد أن تقوم الأسرة على الحب والتعاون. أيضا لابد أن تربى الأولاد على كتاب الله وسنة رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أمروا أولادكم بالصلاة سبع واضربوها عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى عندي اختيار صحيح، عندي مراعاة الحقوق والواجبات، عندي أسرة تقوم على المودة والمحبة، أسرة متعاونة، أسرة تربي أولادها على كتاب الله وسنة رسول الله. ولابد أن نربي الأولاد على القرآن والسنة ونفرق بينهما في المضاجع. بعد ذلك لابد من عدم وجود اختلاف بين الزوجين أمام الأولاد. خامسا أو سادسا وأخيرا، لابد أن يكون الرجل والأم قدوة صالحة عند الأولاد. الولد يرى أباه يشرب المخدرات أو يكذب أو ينافق أو يخادع، يأمره بعدم الشرب وهو يشرب، يأمره بعدم الكذب وهو يكذب، يأمره بعدم الخداع وهو يخدع. لابد أن يكون الرجل والأم قدوة للولد والبنت. نسأل الله عز وجل أن يجعل بيوت المسلمين عامرة بالإيمان مزدهرة متقدمة صفاتها صفات أهل الإسلام. كلام جميل جدا، بارك الله فيك مولانا الشيخ سيد. فضيلة الشيخ أيمن، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما هو دور الرجل في بناء الأسرة ودور المرأة كذلك في بناء الأسرة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا الحب، صلى الله على من علم الدنيا السعادة، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من دل الناس على الخير، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها. كل واحد له دور، الرجل له حقوق وواجبات والمرأة كذلك لا حقوق وعليها واجبات. دي أزمة من ضمن الأزمات اللي احنا بنعيشها فعلا، ان في بيوت كتير بقى عندها نكد، تعب، شقاء، عناء، المشاكل كترت قوي في البيوت. وسبب المشاكل الطلاق، احنا ذكرنا ان اكثر بلاد العالم في الطلاق هي مصر. نعم. كل الملخص الموضوع ان هم مش ماشيين على الكتاب والسنة. عندنا دين، عندنا منهج، عندنا سنة نبوية، كل قلة اللي بيهتم بهذه الامور. الشيخ سيد ذكر الاختيار الصحيح، تختار صح وانت تختار صح، وسيدنا النبي محمد علمنا ازاي الاختيار وذكرنا طبعا ده من قبل. دور الرجل له تأثير قوي في نجاح الأسرة طبعا. ايه دور الرجل؟ الرجل طبعا ان هو بيتعامل مع المرأة ان هي شريكة له، هي ليست بجارية وليست يعني أسيرة عندك كما ذكر النبي، أي تتعامل معها بكل رقة وبحنية. المرأة لها حقوق لازم تعطى لها، الرجل عليه دور ودور كبير، الإنفاق، الرعاية الكاملة للأسرة، التعامل مع الزوجة بما يرضي الله. زي ما ذكرنا الرجل التقي هو الذي يكرم زوجته ها في فرحه، وإن غضب منها لم يظلمها. هو ده حقوق الرجل.
تاني لو وتاني هذا تاني. لو كل واحد الرجل التقي نعم الصالح نعم اللي ربنا بيبقى راضي عنه اللي انه يكرم زوجته حق الحق الاكرام، ان احبها اكرمها بقى نعم يديها بزياده، ما يبخلش عليها باي شيء، بكلمه جميله بمعامله حسنه، عشان ده طبعا في تقصير كتير من الرجاله في الكلمه الطيبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم. رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير القاروره اللي عندك، مش القاروره اللي بره اللي في الشغل ولا القاروره اللي معاك على الفيسبوك، لا رفقا بالقوارير مين؟ قارورتك انت، قول لها كلمه حلوه، قول لها كلام جميل، هزر معاها، اضحك معاها، لان هي طول النهار منتظراك عشان تلاقي ونسها وجالسها. يبقى الدور الاول ادي دور الرجل يتقي الله في زوجته، ان احبها اكرمها ويكرمها بزياده، وان ابغضها او عملت مثلا يعني شيء اغضبه ابدا ما يظلمها، نعم لان في راجل لما بيغضب ممكن يظلم، ممكن يضرب، ممكن يسب، ممكن يعمل يفعل اي شيء يطردها. احنا بنسمع مصايب، اللي بيطرد زوجته بملابس البيت، اللي بيطرد زوجته في وضع مش كويس، اللي في حاجات كتير. طبعا احنا لو فتحنا احنا عندنا يعني مشاكل لا حصر لها. دي ادي دور الرجل. دور المرأة بقى، عايز اوصي كل يعني فتاوى وصية، الراجل يا بنت الحلال ما بيحبش المرأة النكدية ولا الثرثارة، لا تتكلمي كتير قوي، وان اتكلمت تتكلمي في مواضيع هادفة، وتخلي كده ايه، ابعد النكد ده عن حياتك، لان في نساء وده حال اغلب النساء إيه النكد. ليه؟ ليه يا ماما خليكي كده جميلة فرفوشة، حذري مع زوجك، اضحكي معاه، خليكي كده كويسة. واوصيكي بس بوصية وقصة عشان ما نطولش، قصة جميلة قوي. واحدة راحت تشتكي لاخوها، زوجي بيشتمني، بيضربني، بيهني، بيعمل لي، طب اعمل ايه؟ قول لي يا اخويا. قال لها بصي هاتي لي ايه؟ ازازة مية. جابت له ازازة المية، راح ايه يقرأ عليها كده باشياء هي مش سامعة، وبيقرأ ايه؟ هو بيقرأ. فبعد ما قرأ خد الازازة دي، اول لما زوجك يجي من الشغل تعمل ايه؟ تحط بس كده شوية مية ايه؟ فمك، وتقفلي فمك ما تتكلميش، وخلي المية كده داخل ايه؟ الفم، واقفلي عليها ما تبلاش المية. لمدة ايه؟ 5 دقايق. تمام. قالت ماشي. عملت نفس النظام، اول لما زوجها جه حطت شوية المية كده في فمها، وزوجها دخل رمى السلام مش عارف ايه، ودخل غير وكل ده وايه، وهي ما بتتكلمش. عدت ايام، بصت لقيت الموضوع جميل، زوجها بقى بيتعامل معاملة كويسة، الدنيا بقت حلوة، الازازة خلصت. فجت لاخوها استدعيته، تعالى انا عايزاك في ايه؟ الازازة خلصت، اقرا لي عليها زي ما قريت، وبالله عليك عرفني ايه اللي انت قريته، ده فيها سر عجيب، ده فيها سر، انت اكيد قرات عليها القران. قال لها وانا لا قرات قران ولا شيء. امال قلت له ايه السر العجيب؟ قال لها السر العجيب ان انت بس لما قفلت بقك دوت وسكتي وهو داخل، ولا قلت كلمه وحشه، ولا قلت كلمه تغضبه، ما كان منه الا ان هو ايه؟ لاكي جميله كده، صامته، مؤدبه، فابتدى يتعدل. فصلاح الرجل في لسان المراه، لسانك حلو، لسانك جميل، هتاخدي من زوجك كل شيء جميل، والله هتاخدي منه افضل واحلى الكلمات. احنا عندنا ما شاء الله رجاله يعني اساتذه، اساتذه في الاشعار في الحرام. نعم. فانت استغلي بدل ما هو يطلع الكلام ده لواحده في الحرام، لا خليه يطلعه لك انت بجمال لسانك، بجمال روحك الجميله الطيبه، والله هتاخدي منه احلى كلام. احسنت شيخنا، بارك الله فيك. الله يكرمك يا شيخ محمد. فضيلة الشيخ سيد، للرجل على زوجته حقوق، وكذلك للمرأة على زوجها حقوق، فما هي حقوق الزوجية؟ اتفقنا أن الزوجة سكن للزوج، نعم، وأن هذه الحياة آية من آيات الله عز وجل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ربنا بيّن فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. للمرأة حقوق وعليها واجبات، وللرجل حقوق وعليه واجبات. أولا نبدأ بالمرأة، فهي كل المجتمع. المرأة أولا، حق المرأة أولا، حق المرأة على زوجها أولا الإنفاق عليها، الإنفاق. ربنا عز وجل أمره بذلك، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما أنفقوا من أموالهم. ولم يهمل ربنا المرأة، قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله إلى آخر الآية. ربنا عز وجل قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وربنا جل وعلا بيّن أنه يجب عليه الإنفاق، وأن تكون الزوجة في بيت زوجها وعليه السكن حتى وإن كانت مطلقة، وإن طلقها وهي في عدتها، فقال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن. يبقى أولا الإنفاق، ثانيا عليه أن يعلمها دين الله عز وجل، حق الزوجة على زوجها أن يعلمها الدين. كثير من النساء لا يفقهن الصلاة، لا يفقهن الصلاة، قل لزوجتك اقرأي علي التشهد بعد الحلقة كده، هات الزوجة والتحيات لله اقرأي علي التشهد. لا، أكثر من 60% من النساء المسلمين لا يحفظون التشهد. وعلمها دين الله عز وجل وخذ بيدها إلى النجاة. ثالثا بعد ذلك، بعد الإنفاق وبعد تعليمها دين الله عز وجل، حقها عليك حسن المعاشرة. حسن، ربنا قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق، أي لا يبغض، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رابعا من حقوق الزوجة على زوجها غض الطرف عن مساوئ الزوجة، وده مهم للغاية، غض الطرف عن بعض مساوئ الزوجة. في أمور هتمر وأمور مش هتمر، المخالفات الشرعية مش هتمر، هيقف عندها ويعلمها، لكن في حاجة بتمر. على سبيل المثال الحصر، الغيرة، الغيرة قاتلة إن زادت على حدها. والغيرة مطلوبة، المرأة، نقول للرجال المرأة تغار عليك لأنها تحبك، تحبك حبا شديدا. وقد كانت بعض أزواج النبي تغار، عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كانت تغار من خديجة، مع أنها ما رأت خديجة، تقول عائشة ما غرت على أحد ما غرت على خديجة وما رأيتها. اللي بتغار من خديجة من كثرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليها، كلما يتكلم خديجة خديجة خديجة، نصرتني حين خزلني الناس وآوتني بمالها وصدقتني حين كذب الناس إلى آخره، فغارت من خديجة ولم تراها. النبي كانت خديجة كانت عائشة بتغار لما يطلع النبي وسيبها يمشي. في ذات ليلة جاء الأمين جبريل إلى النبي محمد، بعد أن نامت عائشة ونام النبي جاءه الوحي، ناداه جبريل، ولم يدخل جبريل على بيت رسول الله على حجرة النبي، لأن عائشة كانت تضع ثيابها فلا يحل، فخرج النبي رويدا رويدا حتى لا تشعر عائشة. وخرج النبي إلى البقيع وإذا بعائشة تسارع خلف النبي محمد وتلبس خمرها ولباسها أسود في الظلام لا ترى، فإذا بالنبي يرى سوادا. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مسرعة لتنام قبل أن يأتي النبي، فقال ما لك يا عائش، النبي كان مدلع السيدة عائشة يقول لها يا عائش ما لك يا عائش، فقال أخبريني وإلا سيخبرني اللطيف الخبير، يتحكي لي أنت كنت فين والموضوع يحكي لي اللطيف الخبير. فأخبرت النبي، قال يا عائشة إن جبريل أتاني وكرهت، شوف أدب النبي وحب النبي مع زوجته، شوف أخلاق النبي، فكرهت أن أوقظك، يعني يقول عائشة جاءني جبريل وأنا طالع برا وقبل جبريل، كره أن يوقظها. وقال النبي وكرهت أن تستوحشي، ممكن أسيبك وأطلع برا تخافي من الظلمة، فتركتك نائمة. فقال ناداني جبريل وأمرني ربي جل وعلا أن أستغفر لأهل البقيع، فذهبت، ذهب النبي يستغفر لأهل البقيع، غارت خرجت خلف النبي. ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم ينام بجوار عائشة ويمس جلده صلى الله عليه وسلم جلد عائشة، فيقول يا عائشة أتأذنين لي؟ أنا عايزك تشوف الأدب، المرأة المسلمة ورجل مسلم يتعلم الأدب والخلق من رسول الله. النبي بيستأذن عائشة يقول لها أتأذنين لي أن أتعبد لربي؟ بعد إذنك ممكن أسيبك شوية وأطلع أصلي وأتعبد لربي. فتقول عائشة يا رسول الله والله إني لا أحب قربك، أنا مش عايزك تسيبني، ده دي ليلتي ما تمشيش، وفي النهاية أحب قربك، لكن كانت تحب ما يسر النبي فأذنت لرسول الله. أدي النبي وأدي زوجته. يبقى أول شيء من حقوق الزوجية النفقة، ثانيا تعليمها دين الله عز وجل، ثالثا يعاشرها بالمعروف، رابعا يغض الطرف عن بعض مساويها. وانت جابت لك الأكل الظهر، الأكل مثلا ممكن فيه الملح زايد، الملح خف شوية، الأكل مش عاجبك، غض الطرف عن بعض هذه المساوئ التي تمر ولا حرج. هناك حقوق أيضا للزوج. أول حقوق الزوج، أولا طاعة الزوج في المعروف، لا طاعة إلا في معروف، طاعة الزوجة لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه
يقول النبي: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن ما فعل النبي، لأن هناك حديث آخر يقول أن صححه الشيخ الألباني رحمه الله حسنة هذا الزمان، قال النبي: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. يبقى إذن أولا لابد من طاعة الزوج في طاعة الله عز وجل، ثانيا أن تحافظ على ماله وعرضه. ده المسلم أصلا مأمور بحفظ المال، والحق المسلم على المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ما بالك إذا كانت المرأة. يبقى ثانيا لابد أن تحافظ على ماله وعرضه. طب لو كان الرجل شحيح بخيل تعمل إيه؟ إيه المشكلة دي؟ الرجل بخيل، وده حدث على عهد النبي محمد، جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، مسيك يعني شحيح، وفي رواية تانية في لفظ تاني: إن زوجي رجلا شحيحا. فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يبقى إذن لابد أن تطيع الزوج في طاعة الله عز وجل، لابد أن تحافظ على ماله. ثالثا ألا تدخل بيته من يكره، ألا تدخل بيته من يكره. رابعا لا تأبى إذا ناداها إلى الفراش لا تمتنع، لابد وأن تأتيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانا عليها باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. الحديث متفق عليه، والمتفق عليه أعلى درجات الحديث صحة. نداها إلى فراشه لا تمنعه، فإن بات غاضب عليها أو غضبان عليها باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. هذا نذر يسير من الكلام حول حقوق الزوجية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم شيخنا، بارك الله فيك شيخ الحبيب. فضيلة الشيخ أيمن، المرأة الذكية التي تستطيع أن تنال رضا زوجها أو رضا زوجها، فكيف تحصل المرأة على رضا زوجها؟ وما النصائح التي توجهها للزوجات أو للنساء عموما يعني؟ سؤال جميل أوي يا شيخ محمد. اتصلت بي مرة أحد الأخوات، كنا بنتكلم عن السحر. نعم. فبتقول لي: الشيخ أنا عايزك تعمل لي حاجة تخلي زوجي يحبني. فأنا ابتسمت كده وضحكت. قلت له: حضرتك وحد قال لك عني إن أنا دجال أو مشعوذ؟ قالت: لا يعني ما مش قصدي. قلت لهم: يعني أعمل لك إيه طيب؟ حجاب يعني ولا أعمل لك إيه؟ قالت لي: ما هو أنا ده حاجة حلال يعني، حتى لو. قلت له: لا يا ماما، الكلام ده خطأ. الشاهد من القصة إن أنا علمتها درس، وهو ده اللي أنا عايز أقوله. كل زوجة ممكن تعمل لزوجها السحر الحلال. السحر الحلال، هو السحر الحلال. هلخصه لك في قصة جميلة. وفي سحر حلال، في سحر حلال، بس السحر بتاعنا احنا بقى بتاع أهل السنة والجماعة، سحر السلفيات، سحر السلف الصالح، عشان الناس ما تظنش بقى سحر هيروح. لا، احنا الحمد لله لا دجالين ولا مش عاوزين، احنا ناس بفضل الله بنتبع الكتاب والسنة. شوفي بقى وركزي كده معايا، السحر الحلال. على خصولك في القصة الجميلة دي، واحدة راحت لشيخ نفس النظام، طلبت منه: يا شيخ انا زوجي عامل علاقات خارجية، زوجي ما بيحبنيش، زوجي مش شايفني، زوجي مش مهتم بيا، عايزك تعمل لي حجاب او اي عمل يا شيخ. ها يا طبعا هي بتتكلم بتلقائيه، زي ما ناس كتير بتروح لدجالين ومش عاوزينه، وما مش عارف ان ده دجال، مش عارف ان ده واحد ساحر، وبيقول له يا شيخ. لكن هي فعلا راحت لشيخ كويس، بس هي عشان بطبيعتها يعني ايه: يا عم الشيخ انا عايز اعمل سحر لزوجي خليه يحبني. قال لها: يا ماما، نفس الكلام اللي انا قلته. قال لها: انا راجل بتاع اسحار ولا كلام من ده. قالت: طب شوف الحل. قال لها: حاضر، انا ممكن اعمل لك سحر، بس عشان حاسس ان انت بتحبي ايه زوجك، شكلك باقي على عشره والموده. قال لها: عايزه زوجك يحبك واعمل لك سحر فعلا بالمحبه. هو طبعا بيجاريها عشان بدل ما يمشيها وتروح لواحد تاني، ما هو لو سابها وتركها مشيت ممكن تروح لواحد دجال او مشعوذ، وهو مش دجال. فقال لها: طب حاضر، انا اعمل لك السحر الحلال اللي بيه زوجك يحبك، بس لازم تعمل لي اقول لك عليه. قالت له: ماشي. قال لها: هتروحي تجيبي لي شعره من شنب الاسد. ركز يا شيخ محمد، اجيب ايه؟ شعره من شنب. لو جبت لي شعره دي اعمل لك عليها سحر اخلي زوجك ده يعشقك. المراه
دي كانت عايشه في منطقه كده زي جنوب افريقيا لحد اللي فيها الغابات وال الحيوانات يعني قريبه منهم. راحت بالفعل شافت اسد، عملت ايه؟ ابتدت تراود الاسد، كل يوم تحط الاكل من بعيد وتجري، تحط الاكل وتجري. يوم مع يوم الاسد بقى في الفه بينه وبين ايه؟ المراه. بدا ابتدى يشوفها، فبعد كده بقت تحط الاكل، لوصل المرحله لغايه ما بقت تحط الاكل وتقعد جنبه وتعمل ايه؟ تحسس عليه كده، على انت فاهم بقى ايه، بالنعومه والحنيه على ايه؟ على راسه. لغايه اما جت في يوم بقى ايه، اليوم اللي هي بقى ظبطت خلاص، بقى الاسد بقى عارفها وقاعد جنبها وجالسها، ما بقتش يخاف منه ولا هو خلاص بقت خد ان هي بتحط له الاكل وبتقعد معاه الفها. ففي يوم بقى قاعده بقى بتملس كده على راسه، الاسد خلاص كده ريح، وراحت عامله ايه؟ شده الشعره. جريت على الشيخ فرحانه مبسوطه، الله خلاص هيعمل لي السحر الشيخ عشان ابقى ايه؟ زوجي يحبني ويعشقني. راحت للشيخ قالت له خد انا جبت لك الشعره ايه؟ من الاسد. قال لها من الاسد؟ قالت له ايوه من الاسد. قال لها بص بقى الشعره دي انت جبتها منين؟ قالت له من الاسد. قال لها وانت عملت ايه؟ قعدت تحكي له على الطرق ازاي اراودت الاسد لغايه ما وصلت وجبت ايه؟ الشعره. قال لها بص بقى ده هو ده السحر الحلال، اعملي كده مع زوجك لغايه اما تاخدي منه كل جميل، لو راودت جوزك زي ما راودت عرفت تراود الاسد والله هتاخدي منه كل جميل وحياه سعيده. هو كان درس الشيخ عايز يعلمها، ان بايدك انت يكون في ايدك السحر الحلال، فكل ست بامكانياتها بجمال روحها بجمال اخلاقها زي ما قلنا الكلمه الجميله الاخلاق الطيبه، اتعامل مع زوجك بكل رقه بكل حب. المراه مش ند، انت مش راجل زيه هتزعقي قصاد منه. انا بيجي لي مشاكل الاقي واحده بترفع صوتها، واحده بتضرب زوجها، واحده بتتشكل مع جوزها وتعلي صوتها وتشتمه، ايه ده؟ المراه مش كده، المراه دي حاجه تانية، المراه دي ما مخلوق جميل، ربنا خلق المراه مخلوق ضعيف، في حنيه في رفق في لين اكثر من الرجل بكثير. فوالله لو اتعاملت مع زوجك بكل رفق او بكل رقه والله هتاخدي منه افضل افضل ما تتمني. نعم، الحل ليس في حجاب الدجال او ما يسمونه بالشيخ، الحل في السحر الحلال. بارك الله فيك يا شيخ. حبيبي يا شيخ. فضيلة الشيخ سيد، الشباب هم اهم عنصر في المجتمع، فما اسباب انحراف الشباب؟ اسباب كثيره. نعم. واسباب موجوده في المجتمع الاسلامي، نسال الله السلامه والعافيه. اذا عرفنا هذه الاسباب نحاول ان ناخذ الامر بجديه. نعم. هنتكلم هنا بنعالج مشاكل الاسره المسلمه. الحلقه الماضيه كانت عن مكانه المراه في الاسلام، وبينا ازاي رفع الاسلام شان المراه. النهارده بنتكلم عن صفات الاسره المسلمه، نتكلم عن حقوق الزوجيه، نتكلم عن اسباب انحراف الاولاد علشان الاسره في البيت الاب والام ياخدوا بالهم من الكلام ده، مهم جدا. احنا بنعالج مشاكل. اول هذه الاسباب النزاع الموجود بين الزوجين، الاختلاف والنزاع الموجود بين الازواج امام الاولاد. المفروض ان في مشكله الزوجه تتكلم مع زوجها بعيد عن الولد تماما، في مشكله تاخده بعيد في حجرتها بعيد عن الولد تماما وتناقش في هذه المشكله ويحلوا المشكله بهدوء، لان الولد هيكون في يوم من الايام اب وهيتاثر بابيه، البنت هتكون ام وتتاثر بامها، وهتتكرر نفس المشاكل، هتتكرر نفس المشاكل مره ثانيه، نسال الله السلامه والعافيه. هتتكرر نفس المشاكل، الولد ده هيبقى اب والبنت هتبقى ام، وهنعيد نفس المشاكل في بيوت تاني قادمه. فلا بد يكون نزاع والاختلاف بين الزوج والزوجه بعيد عن الاولاد تماما. ثانيا، كثره حالات الطلاق، ودي من الاسباب المهمه جدا اللي بتؤدي الى ضياع الاولاد. طلق الرجل زوجته وانفصل عنها، الاولاد هم المشكله، الاولاد هم الضحيه، مع الام مع الاب، ربما مع الام وفي زوج ام رجل بذيء يعامل معامله سيئه، او مع الاب وبعدين في زوجه سيئه تعامل معامله سيئه، وضيع الاولاد بسبب حالات الطلاق الموجوده. ثالثا، وده مهم جدا من اسباب انحراف اولاد المسلمين، الصحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو سعيد الخدري والحديث اخرجه ابو داود في سننه وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا تقي. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الامام مسلم والامام
البخاري في صحيحيهما والحديث حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أنت المرء على دين خليل، أنت ماشي مع مين أيها الشاب أيتها الفتاة؟ من صاحبتك من صاحبك؟ المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. مثل الجليس الصالح والجليس السوء، الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن تبتاع منه كما قال صلى الله عليه وسلم أو تجد منه ريحا طيبة. صاحبك يا إما يخليك حلو زيه يا إما تشوف منه كل طيب. أما الجليس السيء والصاحب السيئة والصاحب السيء كنافخ الكير، لما تمر عليه إما أن تأتي شرارة تحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا كما قال صلى الله عليه وسلم ريحا كريهة. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن تبتاع منه أو تجد منه رائحة طيبة، نافخ الكير إما أن يحرق ثوبك أو تجد منه رائحة كريهة. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ علينا القرآن، قال ربنا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. أيها الشباب أيتها الفتيات المسلمات، الأخلاء يوم القيامة الأصدقاء سيكونوا أعداء لا محالة إلا بعض الناس. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الصحبة الصالحة. خلي بالك أيها الشباب، أنت هتتخلى عن أصحابك أصحاب السوء اللي كانوا في الدنيا لما تصل إلى الآخرة عند الله عز وجل. قال الله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. نعم شيخنا بارك الله فيك. معنا مداخله هاتفيه، الدكتوره سلوى عاوزه تتواصل مع فضيله الشيخ ايمن. اتفضل يا دكتور. ما اللي احنا قلنا مش فيش مداخلات عشان الوقت والحلقه، بس طالما الدكتور انا عايزه حضرتك، انا عايزه الشيخ البرديني. شيخ سيد اتفضل يا فندم. عايز الشيخ البرديني بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم، معاك الشيخ سيد اتفضل. لو كان موضوع يخص الدين هرد عليك. لو كان موضوع يخص الحسد او يخص السحر، شيخ ايمن متخصص، غير انه داعيه اسلامي، لكن متبحر غيري في هذا الموضوع متبحر. فلو في سؤال فيما يخص ذلك الشيخ ايمن ان شاء الله يفيدك اكثر مني ان شاء الله. يا فندم حضرتك والشيخ ايمن على راسنا، بس انا تواصلت مع حضرتك واتصلت مع الدكتور ايمن، وحضرتك تبحت موضوعي لغايه ما صحيت الحمد لله، وبحب اشكر لحضرتك. ما فيش حاجه يعني، صح ولا غلط؟ انا بشكر لحضرتك وبشكر للقناه بصراحه بامانه. انا كنت واجعه تحت سحر، وحضرتك تبحت معايا وتبحت، اتكلمت الدكتور ايمن لكن للاسف ما تواصلش معايا زي حضرتك. هل ده فيها حاجه وحشه يعني؟ ده حاجه كويسه ليك وللقناه. الشيخ ايمن مشغول الشيخ ايمن. انا بتمنى من حضرتك ان البرنامج ده يبقى كل يوم، ويبقى الميعاد بتاعه مش الصبح. احنا عايزين ميعاد ده الساعه 3 بعد ما نرجع من الشغل. والله دي خريطة قناة، ونسأل الله يعني ربنا يوفق إن شاء الله دعوات. وعايزين البرنامج يبقى كل يوم حضرتك. لا ما ينفعش. وبرضه بتكلم على موضوع، إن موضوع حضراتكم بتقولوا إن المفروض الست تعامل جوزها كويس عشان تكسبه كده. بالعكس، في رجالة لما الواحدة بتدلع الراجل وتهتم بيه زيادة عن اللزوم بالعكس بيتمرق عليها. يعني أنا حضرتك مطلقة والكلام ده، وارتبطت بواحد تاني نفس الصفات بتبقى مع بعضيها. احنا دكتوره كمان حته الطلاق، احيانا الحياه بتبقى مستحيله. بالعكس، تربيه الاولاد بعد الطلاق بحيث ان احنا ما نسيبهمش احنا الاثنين بتبقى افضل. يعني انا حضرتك طلقت من ابن خالتي عشان خلفت البنات والكلام ده وما سبتهمش، وفي نفس الوقت حياتنا مع بعض كانت مستحيله، كانت ممكن تقضي على البنات. يا دكتوره حاليا علمنا منهم ثلاث اطباء الحمد لله. يا دكتوره هي بتختلف من واحده دي ارزاق، بتختلف من واحده لاخرى. ممكن امراه يطلقها زوجها ويضيع الاولاد، وتضيع الست زوجها تضيع. وممكن امراه صالحه قانتها تقوم على تربيه الاولاد ومادياتها كويسه. دي بتختلف من حاله لحاله ان شاء الله. شكرا جزيلا. على اتصالك. شاكرين على اتصالك. طبعا احنا في خدمتكم. والساده المشاهدين عشان الاستفاده، طبعا ارقام المشايخ موجوده على الشاشه، الشيخ ايمن المصري والشيخ سيد البرديني، فنتواصل معهم ان شاء الله. نكمل الاسباب. احنا قلنا ان اول اسباب انحراف اولاد المسلمين النزاع بين الأسر بين الزوج والزوجة أمام الأولاد، ثانيا الطلاق، ثالثا مصاحبة الأولاد السيئين، يعني لابد من مصاحبة طيبة، رابعا مشاهدة الأفلام الجريمة والجنس. أفلام الجريمة بتكون في ظاهرة في مجتمع، في حرم الحارات، ولد شايل سنجة وفتح صدره وبيضرب في الناس، يطلع المخرج يعمل منها فيلم، والمؤلف يألف قصة ومنتج وفيلم، تبقى الظاهرة دي ظاهرة تعم على جميع البلاد. وده اللي حصل من سنوات، شاب طلع في حرم الحارات ومعه سنجة وفتح صدره على الناس، خد المخرج عمل بيها فيلم،
انتشرت الجماعات في كل القرى لن إلا ما رحم ربك، أولاد شايلين سند في الشوارع بيضربوا بها الناس. فالمفروض مشاهدة أفلام الجريمة ده خلي بالك ابنك بيشاهد فبيقلد بيقلد التلفزيون، خلي بالك من الكلام ده كويس، التلفزيون برب الأبناء نسأل الله السلامة والعافية. يبقى مشاهدة أفلام الجريمة أفلام الجنس والإباحية دي من أهم أسباب انحراف أولاد المسلمين. خامسا سوء معاملة الأبوين. الأب لما معامل، وده شفته كتير، سوء معاملة الأب للأولاد الولد والبنت بيكون سبب رئيس في انحراف الأولاد. خلي بالك من ولدك، ربي تربية صحيحة. بعد ذلك من أهم أسباب انحراف أولاد المسلمين مصيبة اليوتيوب، وأنا بقول مصيبة إن ربنا قال ذلك فأصابتكم مصيبة الموت. اليوتيم ده مصيبة من أهم أسباب انحراف الأولاد. اليوتيم الولد يتيم بضيع، الولد بضيع بعد وفاة أبيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، السبب والوسطى. شايف عاملين إزاي؟ متلازمين إزاي؟ قريب من بعض إزاي؟ أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. النبي أراد أن يحافظ على اليتامى من انحراف فقال أنا وكافل اليتيم، اليتيم يكفله يدخله الله عز وجل الجنة. آخر شيء عشان ما نطولش، غياب التربية الإسلامية ده مهم جدا في البيوت يا أحباب. البيت الآن الولد بتربى على التلفاز، بتربى على النت، فين التربية الإسلامية؟ مطلوب الولد يربى ماشي، الولد بيعرف الآن كل العلوم إلا العلوم الإسلامية، بيعرف الكيمياء والفيزياء والإنجليزي وكل لغات تجبئة 10 على 10، مهم أولادنا يتعلموا ونتحضر. لكن فين علم غائب عنه، بيغيب عن المدارس والمعاهد والجامعات والابتدائي والإعدادي؟ علم الأدب، علم الأخلاق. الأمراء قديما والملوك كانوا يأتون برجال علماء يعلمون أولادهم الأدب. أختم بمقولة صغيرة، عمر بن العزيز خامس الخلفاء الراشدين كان يأتي بعلماء يعلموا أولادهم الأدب. يوم العيد جاء العيد وولد عمر ثيابه قديمة، مع أنه كان أغنى ناس، لكن لما تولى الخلافة أعطى كل أمواله لله ولرسول الله. فجاء ولده يعيد على أبيه أمام الجميع وثيابه قديمة، وكل أولاد المسلمين أولاد الولاة والأمراء يأتون إلى أمير المؤمنين، أولاد الولاة من كل أمصار جاءوا ليعيدوا على أمير المؤمنين وثيابهم جديدة. فإذا بعيني عمر بن عزيز تزرف دمعا، لماذا؟ لأنه خاف أن ينكسر قلب ولده الصغير. الولد يوم العيد جاء بثياب قديمة فبكى خوفا من انكسار قلب الولد. اسمع ماذا قال الولد لأبيه، قال ولد أمير المؤمنين عمر على ما تبكي يا أبتاه. شوف الولد متربي ازاي، شوف الولد تربى على الكتاب والسنة، شوف الأب ربى عليه لأنه جاب له أولاد مدرسين وعلماء يعلموا الأدب والأخلاق عشان مش ينحرف. بنشوف الجماعات إلحاد وشذوذ جنسي، شرب مخدرات وانحرافات وتكفير، ده كله عشان أنا مش متابع الولد في موضوع الأدب والخلق. فقال له على ما تبكي يا أبتاه إنما يبكي من عصى ربه ومولاه. الولد بيعلمنا بيقول لأبيه على ما تبكي يا أبتاه إنما يبكي من عصى ربه ومولاه. فقال عمر الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على طاعة الله. فيا أحباب أسباب كثيرة، النزاع، الطلاق، مشاهدة الأفلام الجنسية، الفراغ القاتل عند الأولاد نملأه بالرياضة بالقرآن بالعبادة بالمذاكرة، اليوتن، سوء معاملة الآباء، غياب التربية الإيمانية، دي كلها أسباب بتؤدي لانحراف أولاد المسلمين. نعم بارك الله فيك شيخنا الحبيب. فضيلة الشيخ أيمن، يعني زي ما سمعنا من شوية النساء أحيانا بيشتكوا من أزواجهم، فماذا تنصح النساء كي يعيشوا حياة زوجية سعيدة؟ بص يا شيخ محمد، طبعا المداخلة اللي جت، كل واحد يؤدي ما عليه من حق وواجبات. زوجك مقصر ملكيش دعوة، انت أدي دورك على أكمل وجه، لأن انت هتسألي عن نفسك وزوجك هو اللي هيسأل عن نفسه. النصيحة للنساء، أنا هوصي النساء نصيحة الأمة التي أوصت ابنتها في ليلة عرسها. يا رب كل النساء دلوقتي تركز معايا، كل أم من أمهاتنا، الوصايا ديت عايزك توصيها لبنتك، ولو بنتك حفظت الوصية وعملت بها والله لبنتك هتعيش حياة أسعد حياة وأجمل حياة. بص بقى شوف الأم وصت بنتها إيه في ليلة فرحها، قالت يا بنيتي إنك ستذهبين إلى بيت لم تألفيه. أنت رايحة البيت جديد لسه ما مش واخدة عليه،
ركز معايا يا محمد، يا رب كل المشاهدين يركزوا، كل ام توصي بنتها الوصايا دي: يا بنيتي انك ستفارقيننا الى بيت لا تعرفيه وانيس لم تؤلف يعني تؤلفيه. انت لسه ما فيش الفه بينك وبينه، فاحفظي هذه الخصال العشر. بتقول لها ايه؟ في 10 خصال هقول لك عليهم، ان حفظتيهم هتعيشي اجمل حياه. نعم. كوني له اما يكن لك عبدا. الله. يعني ايه اما؟ مطيعه، مؤدبه، حاضر. لان هو ده سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم علمه لنا: الدنيا متاع ومتاع الدنيا الزوجه الصالحه. وهي صفه الزوجه الصالحه: اذا نظر اليها اسرت، واذا امرها اطعت، واذا غاب عنها حفظته. هي دي الزوجه الصالحه. زوجك بيعمل ايه بقى؟ مالكيش دعوه. زوجك مقصر معاك في ايه؟ مالكيش دعوه. انت هتتسالي عن نفسك. ركز معايا بقى شوف محمد في اللي جاي: كوني له اما يكن لك ايه؟ عبدا. شوف بقى العشر وصايا: الخضوع له بالقناعه وحسن السمع والطاعه. عايزك تبقى قناعة، عندي قناعه باللي ربنا سبحانه يقسمه لك منه، من ماده بقى، من اخلاق، من معاملات، يبقى عندك قناعه. يبقى الخضوع له بالقناعه وحسن السمع والطاعه، يامرك امر تنفذيه، يبقى عندك جمال في حسن التعامل معاه وحسن الامر اللي بيقوله لك. ده الوصيه الاولى والثانيه. الوصيه الثالثه والرابعه: التفقد الى موضع عينه وانفه، فلا يراك على قبيح ولا يشم منك الا اطيب ريح. الوصية الثالثة والرابعة: تخلي بالك من موضع عينه وانفه، لا يشوفك على منظر وحش ولا يشم منك ريح وحش. الخامسة والسادسة: التفقد الى موضع نومه وطعامه، خلي بالك من وقت نومه وطعامه، فتواتر الجوع ملهبة وتنغيص نومه ملهبة. دايما تخلي بالك في موضع نومه، عايز ينام يخليه يستريح الدوشه والعيال، تخلي بالك لا اهدوا كده وبلاش صوت عشان والدكم نايم. صوتك العالي وهو نايم لا، عشان ياخد راحته في النوم. والطعام عارفه مواعيد اكله، في كل وقت تحط له اكله، عارفه مواعيد شغله بيجي امتى، يبقى الاكل جاهز، لان ده بيعمل له ايه؟ تواتر الجوع ملهبه او مغضبه، بيخليه غضبان ان هو جعان. السابعه والثامنه: حسن التدبير في المال وتربية العيال، تدبري ماله صح، تكوني مدبرة، مش تصرفي كده في أي حاجة وخلاص، لأ، تصرفي ماله في الحاجات المهمة، الحاجات اللي هي فعلا تخص بيت الزوجية. وتربية الأولاد، تربي له أولاده على أكمل وجه. الوصية التاسعة والعاشرة: إياكي أن تفشي له سرا وأن تغضبي له قلبا. لا تخلي قلبه يغضب منك من عمايلك ومن كلامك ومن حركاتك، ولا ابدا تطلعي سر ايه؟ الزوجيه بره. لو كل واحده عملت وحفظت الخصال دولت هتعيش اجمل حياه. نعم، جزاك الله خير. مر الوقت سريعا. طبعا زي ما حضرتك قلت، المراه اللي بتشكي تبدا بنفسها الاول، لكل فعل رد فعل. يعني اعزائي المشاهدين، مر الوقت سريعا، ما شبعناش من قعدتكم. فانتظرونا ان شاء الله السبت القادم وحلقه جديده من برنامجكم ازمه اخلاق. اللي عاوز يتواصل مع الشيخ ايمن المصري من خلال التليفون او من خلال صفحه الفيسبوك باسم الشيخ ايمن المصري، وعلى قناته على اليوتيوب الشيخ ايمن المصري، وكذلك الشيخ سيد البورديني خلال رقم التليفون وصفحته على الفيسبوك الشيخ سيد البورديني والقناه على اليوتيوب. انتظرونا ان شاء الله السبت القادم وحلقه جديده من برنامجكم ازمه اخلاق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.